مساء النور لجميع، ان شاء الله تكونوا بألف خير وألف صحة جيدة. معظم الأسئلة اللي بتجيني واللي اجتني أثناء البث المباشر اليوم، لذلك اخترت هذه الفقرة تحديدا، هي هل هناك رجوع؟ أنا ما بعرف ليش إذا انتهى شيء بدنا نرجع له. الرجوع دائما سيء لأنه ماضي وليس مستقبل، وما بنكون عم نفتح الباب لاستقبال شيء جديد أو فرصة جديدة، ولكن كل إنسان له حرية التصرف والاختيار بحياته. خلينا نشوف حرية الأحجار الكريمة اللي حنستعملها ونشوف هل هناك رجوع أو ما في رجوع. بليز اختاروا بهدوء، أوكي، بدون قلق، لا داعي للقلق. اللي بحس إنه بيقلق من هذا الموضوع ما يختار، لأنه بيجوز يضيع بعدين يقول ما طبق علي. واللي بيعرف الحقيقة وبيعرف إنه هناك مطابقة ما يحاول يغير، لأنه الأمور ما بتتغير بحكم إنه إذا هذا اللي عم بيصير معنا هو هذا اللي عم بيصير معنا، أوكي. فخلينا نشوف شو عم بيصير بالوضع الحالي. أونيكس الأسود، حجر الأخضر، وايت كورتز، الحجر البني المرقط، الأحمر، والروز كورتز، أوكي. خلينا نشوف اللي بحب اللون الأسود. هل هناك رجوع؟ عليكم بالنية، انتوا انو، تمام؟ تنو على الاسم، تنو على العلاقة، تنو على الحرف. الجواب نعم، هناك رجوع قريب جدا، ممكن اوريدي عم يتحضر له او تحضر له، جايز بيجيكم اتصال، بيجيكم كلام، بس لازم اول شيء تهدوا المياه المضطربة، يعني صار مثل العاصفة او اختلفتوا، اذا مبلكين بعض افتحوا التبليك، خلوا الأمور تمشي بوضع جيد وإيجابي، لأنه في قرار سيؤخذ بالأيام القادمة بالرجوع. أو جايز أوريدي صار في رجوع، بس بدي نبهكم إذا صار الرجوع وتم، انتبهوا إلى هذه العلاقة لأنها ممكن ينتج عنها زواج، أوكي، في حال المناخ كان ملائم ومناسب لهذه العلاقة. هناك فرصة جيدة بالزواج، هناك فرصة جيدة بالنجاح، هناك فرصة جيدة لعطاء، العطاء مالي، اجتماعي، مركزي، شو ما كان، علاقة جيدة صراحة وإيجابية. أنا مستغربة ليش أنتوا مش مع بعض. المجموعة رقم 2، هل هناك رجوع لهذه المجموعة؟ الجواب لا، عنيفة كتير هالمجموعة، خلافات كتير، عياد، تبليك لبعض، منافسة، غيرة، حسد، حكي، ما بعرف، وانتو ما طورتوا حالكم بهالعلاقة، او فيها سموم كتير هالعلاقة، اوكي، فيها سموم كتيرة، هن او انتو شعلتوا فيهم الغيرة، عملتوا مشاكل كتير، صار وجع راس، او ناس دخلوا على الخط وعملوا مشاكل كتير. فللأسف هذه المجموعة ما في رجوع، وإذا رجعوا رح يرجعوا يجرحوكم، رح يأذوكم، رح يسببوا لكم مشاكل، رح يحسسوكم بعدم الثقة بالنفس وبالغيرة، مش نصيحة، أوكي. المجموعة الثالثة، المرو الأبيض، هل هناك رجوع؟ الحب موجود، أوكي، إذا بترجعوا بترجعوا لأنه في حب، في عاطفة، في انجذاب لبعض، بس كمان في خوف لأنه التأثير العاطفي كتير قوي مع هالمجموعة، أثر على كتير من الناس، كتير من الأشخاص، منكم أنتوا، من الشريكين، بس ممكن ترجعوا، مش بالضرورة يكون في زواج، بجوز تتفقوا على زواج أو خطوبة من بعد ما تهدوا الأمور وتحاولوا توجدوا بعض الحلول للمشاكل اللي كانت عالقة بالماضي أو السبب اللي خلاكم تنفصلوا. بس على ما يبدو الرجوع ممكن والرجوع قريب جدا، إلا إذا أنتوا غيرتوا رأيكم وحسيتوا أنه ما بدكم ترجعوا. على فكرة الرجوع مش دائما أنه هن يتواصلوا معكم، ممكن أنتوا كمان تتواصلوا معهم،
لا تخلوا الكبرياء يوقف بالطريق لهالمجموعة، في فرصة المجموعة جيدة جدا. المجموعة الثالثة البيج والبني المرقط، عفوا الرابعة رقم 4، هل هناك رجوع؟ لا يوجد اهتمام بالرجوع، الشخصيات كل واحد مهتم بنفسه، ما في كتير هون علاقة حب قوية أبدا، بالعكس صعب كتير الرجوع هون، وانتم مهملين صحتكم، مهملين الاهتمام بأنفسكم، تمام؟ فلذلك عليكم بالاهتمام بنفسكم بشخصيتكم، عليكم بالنظر إلى التطلع إلى الأمام. الشريك أو الشريكة ما عندهم أي اهتمام بالرجوع، بس بذات الوقت غير سعيدين بحياتهم، حتى لو كانوا بعلاقة أو حتى شو ما كانوا عم يعملوا، لا يوجد عندهم سعادة كافية بحياتهم، عندهم صعوبات كتيرة بمواجهة الحياة، مواجهة الحب وفهم الحب والمحبة. بعتقد ممكن يبلكوكم أو تبلكون، أو في تبليك أو ابتعاد أو لغي بعض الأمور. بالتوفيق. الأحمر رقم 5، هدول الأشخاص إما سافروا أو فلوا أو هاجروا أو تزوجوا، أو ربما كان هيدي العلاقة علاقة ثلاثية أو رباعية أو اللي هو، لا ما في رجوع هون، أو بجوز اختفوا أو تعبوا أو مرضوا أو لا سمح الله توفوا، ما بعرف شو صار معهم، بس على الأغلب لا ما في رجوع. لا تتأملوا بالشخص اللي نويتوا عليه أو نويتوا عليها، ما ضيعوا وقتكم، ما في مجال لهذه المجموعة أو هذه الفئة بالعودة والرجوع. حاولوا لقوا اهتمامات أخرى، علاقات أخرى أو علاقات جديدة، ما تحطوا طاقتكم هون. كانت العلاقة أيضا غير جيدة الصراحة، كانت تاكسن، كانت مسممة، ما كان فيها اهتمام، والوضع المادي ما كان محدد، وأشياء كتيرة كانت غير محددة، كان في بخل بالعاطفة. شكرا لهالمجموعة. والمجموعة الأخيرة المرو الزهري أو الروز كوارتز، هذه المجموعة ليش عم حس إنه هالمجموعة مطلقين أو أرامل أو منفصلين؟ ما بعرف، ممكن تكونوا عازبين بس كنتوا بعلاقة حب قوية. بغض النظر شو ما كان، هل هناك رجوع؟ لا ما عم حس كتير هناك رجوع، بس يمكن يكون ضل في تواصل، أوكي؟ مش مقطوع العلاقات، ممكن في تواصل، ممكن في حكي، ممكن في أخذ وعطاء، ممكن في بتشوفوا الفيسبوك تبعهم، بشوفوا الانستغرام تبعكم، بجوز بتتابعوهم. ممكن هالعلاقة كانت كمان وانتم متزوجين، أو علاقة ثلاثية مثل ما قلت لكم، من فترة لفترة بتشتاقوا لهم، تحكوا مع بعض. ممكن علاقة خطف رجل، شو يعني؟ يعني ما تكون علاقة طويلة الأمل، بس إذا صح لكم وقت ما بين حياتكم أو علاقتكم، ممكن تشوفوهم لفترة قصيرة أو تحكوا معهم أو تطلعوا معهم. فغريبة شوي هالعلاقة، أوكي؟ يعني بتضحك بتبكي بذات الوقت، لأنه ما عندكم الاستقرار الكافي، ولكن هي للتسلية، هي علاقة تسلية أكثر، لا أكثر ولا أقل. اوكي، جايز انتو كنتوا متجوزين، جايز هني كانوا متجوزين، جايز انتو منفصلين او مرتبطين او هني كمان، بس بذات الوقت في جاذبية قوية جدا لهالمجموعة، مجذوبين لبعض كتير، كأنه توأم الروح، توأم الشعلة، توأم جزء منكم يعني. فما في عودة مثل ما انتو بدكن، بس ما بتخيل انه رح يطلعوا من حياتكم بشكل نهائي او دائم او الى الابد يعني صراحة، لان هاي المجموعة حابين يضلوا على تواصل معكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الفقرة، شكرا كتير لكم، انا كتير حبيتها. ان شاء الله بتاخدوا القرار اللي بهم مصلحتكم اهم من اي شيء تاني. شكرا كتير، تصبحوا على الف خير، باي.